شايف ان في سحر في كره القدم بيلعب دور؟ الكلام ده طبعا عاري تماما من الصحه ومش موجود خالص، لان وبدليل لو في سحر في كره القدم ها خلاص انا ان شاء الله مصر اللي هتلعب في كاس العالم اهوت هجيب احسن ساحر ان شاء الله اديله مليون جنيه ويوصلنا كاس عالم واخلي الزمالك ياخد الدوري بالسحر وياخد بطوله افريقيا لو هي كده يعني وهي ماشيه بالسحر وكل دول العالم بقى تاخد توصل كاس العالم بالسحر ما هي لو كده يعني الحاجه الثانيه هو بيقول في سحر في الماتش الوداد المغربي والزمالك هناك انا زملكاوي على فكره هو ربنا وفقنا احنا نقول احنا ربنا وفقنا ولكن انا بتكلم على ايه ان طب ما احنا خسرنا من سان داونز رايح جاي الزمالك خسر من سان داونز رايح جاي هل لما خسرنا منهم 1-0 كان في سحر؟ لا فهي هي مجهود لعيبه خطه مدرب توفيق ربنا انت بتستبعد خالص موضوع السحر بستبعده تماما انا قلت لك في بدايه كلامي كلام كويس جدا اذا جت على السحر انا عن نفسي متبرع اجيب سحر واخلي مصر تروح كاس عالم هو السحر موجود عامه لو موجود في اي حاجه يبقى موجود في كره القدم زيها زي اي حاجه يعني شايف اكتر البلاد اللي بتستخدم السحر في الكوره هل تعرف افريقيا قاره افريقيا معروفه من زمان وبالذات الكاميرون ساحل العاج والدول دي يعني في سحر يا باشا وفي ناس عملت سحر خدت بيها بطولات وعملت تاريخ وسطرت لنفسها تاريخ ومسكت احلى فلوس من الكوره وحته السحر يعني عايز اقول لحضرتك شيوخ المغرب هم اقوى شيوخ في السحر ودول معروفين على مستوى العالم العربي ومستوى العالم كله عامه يعني انت كده بتقول ان الوداد عمل سحر في الماتش الاخير قدام الزمالك والله يعني حاجه يعلمها ربنا بس اللي انا شايف ان في حته في سحر ما فيش فاللي يقول لك ما فيش والكلام ده لا فيه وفي يعني كلام كان بيتقال يعني ثلاث بطولات اللي احنا خدناهم وثلاث بطولات افريقيا وكلام كتير حضرتك فاهم وفي لعيبه الكوره يعني شغلها الهادي في السحر والشعوذه والكلام دوت وجامايكا والكلام دوت فحته في سحر طبعا اكيد يعني لا ما فيش حاجه اسمها سحر في كره القدم احنا شفنا السحر في كره القدم دوت زمان في السبعينات ايام المنتخبات الافريقيه لما كانوا بتجينا والفرق الانديه الافريقيه كنا بنشوف ان الحارس بيبقى معاه حاجه بيرميها جوه الشبكه وكانت فعلا الكوره بتعاند سواء المنتخب او الانديه المصريه لكن عندنا احنا هنا في مصر ما فيش سحر انا متاكد من الجزئيه دي اللي احنا شفناه في افريقيا بس الكلام ده في السبعينات يعني في بدايه 75 74 الكلام ده لا الكوره مجهود لازم تعمل مجهود عشان تكسب الفريق اللي قدامك بس لازم الفريق اللي قدامك لازم برضه يبقى قوي عشان انت بتنافس على حاجه مهمه يعني لازم تكسب عشان تبقى اقوى نادي ان شاء الله في مصر يعني النادي الاهلي لا والله انا موضوع السحر ده اصلا انا مش مؤيده اساسا لان مفيش حاجات اسمها سحر وبتاع هو في مجهود وعرق في الملعب اللي يجتهد ويلعب كوره هو يبقى في فن هو الكوره فن واللي يجتهد ويلعب وياكل النجيله هو ده اللي يكسب انما حكايه السحر ده انا مش معتقد بيها خالص اساسا مش مقتنع والله احنا عقليه مصريه المفروض عقليه ناضجه ما نصدقش بالخرافات دي بالذات ان احنا في القرن ال21 ما اظنش ان احنا نصدق بالحاجات دي لا ما اظنش بس في اراء بتقول لا ان في فرق بتجيب شيوخ وكده في مصر كانوا جابوها من سنين وكسبونا يعني قعدوا فتره طويله برضو الفرق دي على ما عرفت تعمل مكسب او اي حاجه